יש גם קיצונים משני הצדדים שמנסים ליצור קרע בין יהודים וערבים וכולנו ביחד נעשה הכל כדי שזה לא יקרה. جديد ومتجدد رغم الظروف القاسية التي نمر بها، آملين من الله عز وجل أن يمنحنا أياما أفضل من هذه، وآمل أيضا أن يحافظ المسؤولين على المسرحيد كمنبرا حرا لمسرح يعبر عن فرحنا غضبنا إنسانيتنا وكل ما نختار بدون أي اعتبارات أخرى، وأيضا لنحافظ عليه وكمكان صرحا للتعايش وحرية الرأي. هذا شيء مهم جدا. أطلب من جمهورنا العزيز أن يحضر فعاليات المهرجان، أولاً ليشجع فنانين الصاعدين ويتمتع بفن مسرحي راق، وثانياً لندعم بنفس الوقت إخواننا العكيين بالمرافق العديدة الأخرى. أشكر جميع القائمين على المشروع، طبعاً حضرت